يعني كل واحد يا دوب مطالع معيشته، يعني معيشي ما بيطلع. طيب يعني اذا ما له غير باب صعب يعيش من ورا السيرفيس. سبب الاضراب عندنا هون بالمنطقه سويناه نحن، صار لنا عمال بيطلبوا منا 50 تركي، منشان ايش 50 تركي ما لنا عارفينين، ومن اللي منشان ايش بقول لك رسوم ما رسوم وضريبه. طب انا اليوم ملوح سيارتي ملوحه ودافع عليها رسوم ودافع عليها ضريبه ومسجلي خط داخلي، مشان ايش ضل علي ادفع 50 تركي؟ مشان ايش؟ شغل ما في، عمل ما في، مازوت غالي، وشوارع تعبانه، كل يوم ونحن كل 10 ايام بالصناعه ما بنصلح، وما في هالامكانيه يعني الزياده تندفع له 50 ليره تركي. شو الداعي لل 50 ليره تركي؟ نحن اليوم انت بدك تاخذ 50 بدك تقدم لي خدمات بدل ال 50، صح؟ ما في خدمات. 50 تنظيم خط، خط ما عم تنظم، سيارات خارجي كلها عم تشتغل على الداخلي، يعني سيارات داخلي 100-150 سيارة عم زيدوا 50-60 سيارة من سيارات الكراج. يعني اليوم هذا الحكي ما بصير، أنت عم تاخذ مني مبلغ بدك تعطيني بداله. هي شغلة، ثاني شغلة الوضع الاقتصادي في البلد كل الناس شايفته. ما في مصاري مع العالم. اليوم أنا إذا بدي أشتغل من الصبح للمغرب بدي يصفي لي 3000 4000 5000 ماكسيموم. في عندي تصليح، في عندي غيار زيت، في عندي مازوت طالع نازل سعره ما عم بعرف اشتغل. اليوم هذا الحكي ما بنسكت عنه. تطلع بصفك براكب براكبين يعني ثلاثه، يعني اخر نهار بدك تعمل لك 3000 ليره، واليوم ربطه الخبز ب 500 ليره، شو بدك تساوي؟ يعني امورنا على جميع الحالات سيئه، يعني ما عم تحسن على الخالص، على الخالص ما عم تحسن. بقى شو بدنا ندفع 50 تركي من النرف؟ يعني 50 تركي نحن يلا نلحق بيتنا ولا تصليحنا ولا مازوتنا؟ بدنا نلحق نحن 50 تركي؟